أهلا وسهلا مشاهدينا الأعزاء على قناتي على اليوتيوب ألي جابان لايف. حلقة اليوم زيارة لحديقة اسمها مورين آن، وهي من أجمل الحدائق الممكن تزورها في كيوتو في فصل الخريف. تم إنشاء الحديقة عام 1894 إلى عام 1896، حيث استغرقت سنتين على يد القائد العسكري ياماغاتا أريموتو. تتميز الحديقة بجمالها الساحر، فكل من زارها وقع في حبها. بالرغم من صغر مساحة الحديقة، لكن مليئة ومشبعة بالمناظر الجميلة، وتحدها جبال هيغاشياما من الشمال. أيضا داخل الحديقة يمكنكم الاستمتاع بشرب الماتشا المنعشة مع التأمل في الطبيعة والإحساس بأجواء كيوتو العريقة. أحد الأشياء اللي بتميز الحدائق اليابانية هو الاهتمام بالتفاصيل، فوين ما نظرت وين ما وقعت عينك ستجد الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة. رسوم الدخول للحديقة 600 ين، أي ما يعادل حوالي 6 دولار. خلوني أخذكم معايا في جولة داخل الحديقة لنستكشفها من الداخل أكثر. أتمنى تكون استمتعت بحلقة اليوم واستمتعت بجمال حديقة مورين آن.